سمو ولي العهد كان دائما داعما للمنتخبات العربية وللقضايا العربية، ودائما سمو ولي العهد بصور عندما اجتمع مع الجهاز الفني ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن حسين، وأيضا لاعبي المنتخب الوطني في لمتابعة مباراة المغرب وإسبانيا. سمو ولي العهد يمكن تحدث مع لاعبي المنتخب الوطني وشجعهم وأزرهم على المضي قدما فالمستقبل لنا إن شاء الله، وكان هذه لفتة كريمة حقيقة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الأمير المحبوب، اللي حقيقة حرص على متابعة هذه المباراة وتشجيع المنتخب العربي في هذا المونديال الكبير مع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني برفقة سمو رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين. لفتة رائعة من سمو ولي العهد. طبعا جدا، وعنوان الصورة واضح لما يعني أنا بالنسبة لي بطلع على هاي الصورة ممكن أقرأها بأنه أنا دائماً ماسك إيدكم وبظهركم وداعمكم، ابدعوا أنا معكم. وأكيد ما بننسى برضو أنه سمو الأمير رياضي ومن عشاق كرة القدم، وبتوقع الأجواء كثير واضحة بأنه جايب المنتخب الوطني وهو معهم أنه يأزر المنتخب المغربي. وفي فيديو برضو أكيد موجود بعرض فرحتهم بتأهل المنتخب المغربي وفرحة برضو المنتخب الوطني بهذا الإنجاز العربي. المغرب ما كانت بتمثل بلدها، كانت بتمثل العرب. كل الدول العربية فكانت في كثير عنا مشاهد كثير حلوة، مثلا جيمة أرجنتين وسعودية اضطريت أنزل أتناول إشي لقيت الشارع كله هدوء يوم جيمة أرجنتين وسعودية هدوء والكل بس متبع بس صوت الصراخ لما إجا الجول. فأنا هيك بالضبط ماسك المصاري بدي أحاسب هيك عاملة على التلفزيون لأنه لا أخذ ولا تناولت بس بالطلع. على كل حال يمكن سمو ولي العهد يمكن شفنا له صور كثيرة وأيضا تواجد كثيرا مع العرب وخصوصا في الافتتاح وأيضا لدعم الأشقاء القطريين في هذا المونديال، وأيضا لدعم المنتخبات العربية وأيضا اليوم مع المنتخب الوطني لكرة القدم. وهي رسالة كما تحدث الشراح أننا نحن معكم، فابذلوا قصارى جهدكم وسنتابعكم ونؤازركم ونقف معكم. هذه يمكن رسالة للمنتخب الوطني ولفتة جميلة.